أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كورونا، تغطية خاصة وفيها الكفاح ضد الوباء. في العديد من الأماكن أصبح سباقا بين متحورات الفيروس وسرعة التطعيم، لكن بينما تقدم الدول الغربية الصناعية لقاحات لأعداد كبيرة من سكانها، ما زالت العديد من البلدان في إفريقيا تعاني من نقص حاد في اللقاح، وهذا قد يزيد من خطر ظهور متحورات جديدة. هل نشهد سباق تطعيم لا نهاية له؟ هذا هو موضوعنا اليوم. والبداية من الهند. هنا بعد موجة العدوى المدمرة تتسارع عملية التطعيم خاصة في المدن الكبيرة، لكن المناطق الريفية لا تزال تعاني من نقص في اللقاحات، والكثيرون هناك مرتبون ولا يريدون التطعيم. جاء اليوم دور الفئات العمرية الصغيرة في مركز التلقيح في روهتك. لقد انتظر الناس طويلاً في البلدة الصغيرة بولاية هاريانا الهندية. طوال شهر لم تصل لقاحات إلى المنطقة الواقعة في شمال الهند، والآن بدأت الشحنات بالوصول. هنا يتم حجز مواعيد التطعيم بسرعة، خاصة بعد إمكانية التسجيل ليس فقط عبر الإنترنت ولكن أيضاً في مراكز التلقيح، وقد أصبح هذا ممكناً منذ شهر يونيو. كما أن الموجة الثانية تدفع إلى زيادة الإقبال على التطعيم. أصبح الناس أكثر وعياً الآن. بالطبع الخوف يدفعهم أيضاً، فقد شهد الكثيرون عن قرب أهوال فيروس كورونا. بعد الموجة الثانية بدأ الناس في التزاحم للحصول على لقاح، يقولون من فضلكم لقحونا فنحن نريد حماية أنفسنا. أعتقد أن الشك في التطعيم آخذ في التناقص. لكن على بعد 20 كيلومتراً فقط من البلدة الصغيرة في الريف تبدو الأمور مختلفة تماماً. لا يزال هؤلاء الرجال يخشون اللقاح، فحتى الآن تم تطعيم اثنين منهم فقط لأنهما كانا جزءاً من دراسة حول التطعيم، وحتى هذين الرجلين يشكان في فوائد التطعيم ضد كورونا. أكثر من 50 شخصاً ماتوا في القرية في الأشهر الماضية، لكن الرجال يقولون إن السبب ليس فيروس كورونا وإنما الخوف. أصيب عدد من الأشخاص بالحمى لكنهم تعافوا في منازلهم. يعتقد الرجال أن الذين يذهبون إلى المستشفى فقط هم من يموتون. منطقهم يقول إنه طالما لا يوجد خطر فلا معنى للتطعيم، واللقاحات لن تساعد على أي حال. هناك لقاح جديد كل 3 أشهر، على الحكومة أن تخبرنا لماذا يجب أن نأخذ هذه اللقاحات وما هي الفوائد. حتى الأطباء ماتوا بعد التطعيمات. كان هناك لقاح سحبه من الاستعمال كما أعتقد. الآن يقولون إن علاج البلازما لا فائدة له. هم يغيرون رأيهم باستمرار. في القرية الناس لا يخافون، فالهواء هنا نظيف. المشكلة في المدن حيث الهواء ملوث. إنهم يقطعون أيضا الأشجار. إنها مشكلة المدن وليس القرى. وهكذا يبدو المركز الصحي المحلي مهجورا. تم تطعيم 600 شخص فقط هنا على مدار السنة. الكمية محدودة، لكن ليس هناك إقبال على التطعيم على أي حال. أعداد الإصابات بكورونا ترتفع في إسرائيل مرة أخرى، ويرجع ذلك أساساً إلى متحور دلتا الأكثر عدوانية والذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند. إسرائيل هي بطلة العالم في التطعيم. أكثر من 5.5 مليون من أصل 9 ملايين نسمة تلقوا على الأقل جرعتهم الأولى. الآن دعت الحكومة الشباب إلى التطعيم، ولا ستعود القيود إلى الحياة اليومية مرة أخرى. يريد آدم جودفاتش تطعيم ابنتيه ليا وأبيه. هنا في العيادة الصغيرة في مدينة كفار سابا يتلقى عدد متزايد من الشباب الإسرائيلي بين أعمار 12 و15 عاماً التطعيم الأول. ليس فقط بسبب متحور دلتا السريع الانتشار، ولكن لأن العديد من العائلات ترغب في السفر لقضاء الإجازة الصيفية. أعتقد أن هذا أمر جيد حقاً. إنه يمنحنا المزيد من الحرية، ومن الجميل أن تنتهي كورونا قريباً. آمل ذلك. لم ينتهي الأمر بعد، لأنه ليس لدى جميع البلدان ما يكفي من اللقاح حتى الآن، ونأمل أن نبدأ قريباً ونقوم بتطعيم الجميع.
بسبب متحور دلتا فإن عدد الأشخاص في إسرائيل أعلى مما كان عليه منذ أبريل، ويصيب الأشخاص غير الملقحين بشكل خاص. لا يزال لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، ولكن هناك أيضا شباب لا يمكن تطعيمهم، ولا يزال لدينا جزء من كبار السن الذين لم يتم تطعيمهم لأسباب مختلفة. أصيب بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم أيضا بمتحور دلتا. حتى الآن لم يضطر الكثيرون للجوء إلى المستشفيات، لكن الأعداد تتزايد. لدينا مرضى أصيبوا بمتحور دلتا حتى بعد التطعيم، ويمكنهم أيضا نقل الفيروس، لكن من غير المحتمل أن يصابوا بأمراض خطيرة أو أن يدخلوا إلى المستشفى أو يموتوا، ومن هنا تأتي أهمية التطعيم. تضغط الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 15 عاماً بلقاح فايزر. رئيس الوزراء يناشد الشباب مباشرة: أعلم كم تريدون الاستمتاع بالصيف ويمكنكم ذلك، لدي أيضا 4 أطفال في أعماركم ويريدون أيضا الاستمتاع بالصيف، لا نريد أن نفرض أي قيود على أي شخص، ولا يوجد حظر للحفلات أو الرحلات ولا قيود على التواصل، لا شيء، لكن سيتعين عليكم التحدث إلى آبائكم وأخذ اللقاح حتى نتمكن من قضاء صيف رائع بدون إغلاق وبدون قيود. إسرائيل أعادت شرط ارتداء الكمامات في داخل المباني وشددت الرقابة في مطار تل أبيب الدولي، لذلك يشعر آدم بالارتياح لأن أطفاله بأمان. هناك الكثير من القرارات التي يجب اتخاذها بخصوص تربية الأطفال. كم من الوقت يمكنهم اللعب على جهاز آيباد؟ ومتى يذهبون إلى الفراش؟ وماذا يجب أن يأكلوا؟ لقد واجهت إسرائيل مشاكل كبيرة مع الوباء، لكن بعد أن يتم تطعيم كل شخص فوق سن 16 ستختفي جميع المشكلات. لكن إذا انتشر متحور دلتا بشكل أوسع فقد تفرض قيودنا أكثر صرامة في إسرائيل، إلا أن الهدف في الوقت الحالي هو تطعيم أكبر عدد ممكن من الشباب فوق سن 12 وبشكل كامل. تمكنت تايوان من احتواء جائحة كورونا بنجاح لفترة طويلة، واستفادت الدولة الواقعة في شرق آسيا من تفشي وباء السارس قبل عقدين من الزمن، إذ تمكنت تايوان من مواجهة كورونا بشكل مبكر من خلال الاختبارات والحد من الاختلاط وقواعد النظافة الصارمة. لكن في شهر مايو كان عدد الإصابات أقل من 1300 إصابة بمتحور ألفا الأكثر عدوى، والآن وصل عددهم إلى أكثر من 15,000. في نفس الوقت فإن 7% فقط من السكان تلقوا حتى الآن اللقاح غير المتوفر بشكل كاف. العمل يسير بشكل جيد. شين يو لونغ يوصل حوالي 300 طلبية كل أسبوع، فمنذ أن ارتفع عدد الإصابات في تايوان بدأ المزيد من الناس يقبلون على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، لكنه يجازف بذلك. أنا أعيش مع أطفالي الخمسة وزوجتي وأمي، تسألني ماذا كنت قلقاً عليهم؟ بالطبع نعم، لدي الكثير من الأطفال وأخشى أن أصيبهم بالعدوى، من الممكن أن أنقل الفيروس للعائلة. لكن عليه تأمين المال لعائلته، فلا خيار لديه. آمل أن توفر الدولة إمكانية للتطعيم لنا نحن العاملين في توصيل الطلبات، فنحن نلتقي العديد من الناس كل يوم، 10 زبائن إن لم يكن المئات. الكثيرون ينتظرون التطعيم، وحملة تطعيم المسنين جارية الآن، لكن جرعات اللقاح المتوفرة كافية لحوالي 5 فقط من 23 مليون شخص في تايوان. لا يوجد ما يكفي من اللقاحات، فقط عندما يتوفر لقاح كاف يمكننا القيام بتطعيم شامل، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها حماية الناس. تقدمت الآن شركة تصنيع لقاح تايوانية واحدة على الأقل بطلب للحصول على موافقة طارئة. لا نعرف حتى الآن ما إذا كان فعالاً أم لا، لكن على الأقل هناك أدلة علمية كافية تشير إلى أنه يمكن أن يكون فعالاً وأن يتم استخدامه.
لذلك يستمر انتظار اللقاح من إنتاج محلي. في غضون ذلك تواصل الحكومة محاولة الحصول على لقاحات من الخارج. تعيش أوغندا حالة إغلاق تام بعد ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفاة بسبب كورونا، هذا في وقت ترتفع فيه أصوات رجال الأعمال الذين يخشون الخسائر وعمال المياومة الذين يعانون من عدم قدرتهم على تغطية نفقاتهم المعيشية. في المقابل يدعم العاملون في القطاع الطبي الإغلاق ومعهم العديد من الأشخاص الذين نجوا من المرض والذين يعانون الآن من عواقبه طويلة الأمد. غريس موسيمامي تعافى من الإصابة بكورونا ويمارس يومياً تمارين التنفس، وذلك حسب تعليمات الأطباء. قبل شهر أخرج من إحدى المستشفيات في أوغندا لعدم توفر ما يكفي من الأكسجين. يتشارك العديد من المصابين باسطوانة أكسجين واحدة. حصلت على اسطوانة لم تكن ممتلئة تماماً، استخدمها قبل شخص غادر المستشفى أو ربما مات. غريس موسيمامي شاهد مصابين يموتون، وبعد أسبوعين من مغادرته المستشفى توفي أحد أصدقائه المقربين بسبب فيروس كورونا. لم يعد بإمكاني الوصول إليه عبر الهاتف. حاولت طوال المساء وفي الليل وفي الصباح. بعدها أخبرني شخص من المشفى أنه مات. في شهر يوليو من عام 2020 سجلت أوغندا أول وفاة بفيروس كورونا. بعدها ارتفع عدد الوفيات بشكل كبير. ففي الأسابيع الثلاثة الماضية فقط توفي 400 شخص. الحكومة الأوغندية ترغب في تطعيم الجميع، لكنها في المقابل تجد صعوبة في توفير لقاحات كافية.